بسم الله الرحمن الرحيم. سنة سعيدة أدخل عليكم بالهنا والخير والفرح إن شاء الله، ويتحيد هذا البلاء إن شاء الله. معكم هشام جدودي، فنان من مواليد مدينة أكادير، بالضبط إحشاش، اللي هي معروفة لحي راقي قديم عريق ديال المنكوبين، الناس اللي طاح عليهم الزنزال وإلى آخره. والمسيرة ديالي بديت بالعمل الجمعوي، يعني بداية 83 84 دوزت العديد من الجمعيات، ملتقيات، مخيمات، إلى آخره، بزاف الحوايج، أمسيات، سهرات، حفلات. شوية التحقت بمحترف لا بالمشعل، جمعية المشعل للمسرح في دار الشباب الحي الحسني. من بعد درت المسرح الاحترافي مع عبابو عبد القادر عبابو الله يرحمه، محترف أونامير، ومع تكونت مزيان، وكانت عندي ميولات زعما كبيرة بزاف للسينما والمسرح. من الصغر شوية وليت كنغني في عرسات، دوز مدة، يعني كاينين دراري دابا كبروا غنيت الوالدين ديالهم في عرساتهم. يعني و 2006 كنت كنخدم في واحد الشواية ديال السرديل، كندير السرديل، جا الفيلم اندستري، فيلم الصناعي، جابوا ديك السنة نبيل عيوش، وكانوا في المركب الثقافي خير الدين، دونك شافوني، وكان واحد الأخ دوزت معاه المسرح اللي هو الله يذكره بخير رشيد العزمير، عيطوا لي. تفاجأت أنا بحيط الطابلية ديالي ومشيت عندهم الإدارة في نص ساعة المكانة، صدقت شديت الدور وسنيت الكونترا وشديت السيناريو وكل شيء، يعني داك شيء ديال الله سبحانه والموهبة من عند الله سبحانه وتعالى. أول فيلم كنت شبه فيجيرون سيلويت مع ابراهيم الشكيري، ولكن من بعد نسيت داكشي، غادي يجيني دور، غادي يجيني في اكادير اندير جراوند، اكادير الاخرى، تما غادي تبدا المسيره ديالي مع السينما والمسرح والافلام. يعني بديت كنطلق من الموسيقى، يعني عولت على السينما بواحد الشكل اللي هو كبير. المهم جالي الفيلم ديال القراب، شوية جا الفيلم ديال يمنى اللي حقق أكبر مشاهدة في رمضان ديال نقول لك 2011-2012. هذاك الفيلم هو فاش غنتزوج، الحمد لله دابا أنا عندي بنية راه تبارك الله عندها 14 عام ولا 15 عام، زيادة 2007، والحمد لله الحمد لله وشاكرينه. المهم بالنسبة للأعمال السينمائية، درت خدمت دور في الطريق إلى كابول مع إبراهيم الشكيري اللي لقى واحد النجاح كبير، 6 سنين وكثر في السينما، يعني فيلم في المستوى. وفي نفس التشكيلة عاود ثاني مسعود وسعيدة وسعدان، مع فيه تشكيلة ديال الممثلين الكبار بحال الخياري، بحال فهيد، بحال لطفي، بحال كليلة بن عيلات، بحال العديد المنياري. خدمت مع ناس زعما في المستوى اللي عندهم اسم في المغرب، اللي زعما تستفد معاهم شنو نقول لك، افلام اخرين بحال دابا يمنى، بحال الطريق الى بحال ربي يمنى، بحال اكادير الاخرى، ضيعين في اكادير، بحال القراب، طزيت داك مع محمد عاطفي، خدمت مع لا ريكول دو بيشي، حصد الخطيئه، عديد من الاعمال، يعني واحد اكثر من 50 فيلم. بالنسبه
كيفاش كنعيش في هذه الازمه ديال كورونا. فاش نقول لك، بغض النظر على المشاكل العائليه و نهضروا على المشاكل الشخصيه اللي كتهم الانسان. انا شخصيا يعني ما عندكش حتى شي مدخول، ما عندك والو، لدرجه انني اضطريت انني نلبس جيلي ونوقف في البارك. انا عندي بلوس كو 50 فيلم وجالس في البارك. يعني واحد يعطيك جوج دراهم، واحد ما يعطيها لي، واحد هادي واحد كيز فيك وكيحطوا عرفوا المغاربه كيحتقروا الغارديان، زعما بحال داك اللي كيجمع الزبال، بحال كيحتقروا واحد الانسان انت ما كتشفر ما والو ولكن كيحتقروا. لا اله الا الله، هادشي اللي نقول. ما عايش بحال الناس، كلشي الناس مقهوره، كلشي وقفات الوقت، هادشي اللي نقول. عايشين، كاينين الناس كيوقفوا معانا كيتساعدوا معانا كيعاونونا، وقفوا معانا شي واحد كتشدو ديك الغيره كيقول لك فنان وهادي جبد واحد الشويه، وعرفتي الحاله ضعيفه كاع الناس كاملين كتعذرهم حتى هما، وانت انت ما كتقولش لا حيت انت واقف ومحتاج. يعني الوقت ما كترحمش دابا، راه مشكله غير مساله ديال الادويه، الوالدين، البنيه، المراه، الضوء، الماء، شي حاجه. خلينا المسائل الاخرين، انت بغيتي تلبس، بغيتي تحسن، مشي نتسنانا شي واحد يجي يديني نحسن ولا يديني للحمام ولا، فهمتيني؟ شي حاجه ماشي لوجيك، ماشي بنادم واخا كيشوفك كضحك ولكن من الداخل ديالك راه كتبكي. شي حاجه حتى حنا بينا نضربوا الدوريجين ونلبسوا اللباس الواعر كوم غواني. انت فنان خصك تكون قدوه، يشوفوك الدراري الصغار ويا فنان. يعني لدرجه كنتلاقى مع بنان كيسحابوا واش انا عندي الكاتكات وف بلادي، يعني يكون في بلادي ماشي في شي بلاصه اخرى. صراحه هشام جدودي كيحس بالحقره، لانه اش نقول لك، يكون عندك واحد العديد الافلام وكيعرفوك الناس ومشي للبارك، شي حاجه ماشي لوجيك. الناس كتشوف فيك كتحتقرك، ما شي حاجه ما عرفت اش نقول لك. مش يحس هشام جدودي، مش يحس، تحس بالعذاب، لا منتمي. يدخل تشوفوا جاك في التلفازة انت ما عندك والو، كيتفرجوا فيك العاد الملايين ديال المغاربة كيتفرجوا فيك انت، خلي الجالية يا خلي جي يحتقرك، تحس بالحق راسي نورمال. ملي نمشي للبلدية ندفع عليهم 5 ديال لي دوموند باش نخدم معاها في الإنعاش في مصلحة الثقافة وكنترفيزا، 5 د الخطرات ما كيجي حتى ما كيجاوبوني باش هي نعلم الدراري المصلحة. الدراري ضايعين باش تحس راه بالحقرة. والله الحمد لله، كنحمد الله ونشكرو هادشي اللي كاين. الحمد لله. وقال لك ولا تقنطوا من رحمة الله.